انطلاقة جديدة، من انطلاقات التحدي، من انطلاقات الإثارة، من انطلاقات أشواط صباح هذا اليوم السابع أشواطنا. تمت انطلاقتي بعون من الله تعالى وتوفيق هذا الشوط الخاص بالزمول المحليات الأصايل بشعارات أبناء القبائل في هذا الصباح المميز الجميل هنا في أول يوم من أيام الكبار، هنا أيضا في مهرجان المرمومة التراثية 2023. نسير معكم هذه الانطلاقات، نتابع التحديات، نتابع هنا الانطلاقة والتحدي الجميل، هنا نتابع صدارة هذا الشوط، نتابع المقدمة هنا خريمة حمد بن شقيط بن سالم لوهيبي من ينطلق على الصدارة وعلى المركز الأول، بينما المركز الثاني هملول حمد بن سعيد بن محمد المري من يأتينا بالملهية بهذه الانطلاقة والتحدي، بينما المركز الثالث شاهين عبيد بن حمد بن دحروية العامري من يأتينا ثالثا، وعلى المركز الرابع زاهيل محمد بن عبد الله بالحبة العامري من ينطلق هنا على المركز الرابع مع أشواط الإنتاج والمنتجين، وشاهين سالم بن حمد بالدليلة العامري خامسا، وسادس مراكزنا يصل هنا الواعي حمدان بن محمد بن معتوق العامري من يقدم على المركز السادس، وعلى المركز السابع يأتي متوكل لمحمد بن حمد بن سليم لقتبي من ينطلق هنا على المركز السابع، بينما ثامن مراكزنا والقادم هنا شعار العطية مع السمح عبد العزيز بن خالد بن عبد الله العطية من يقدم لنا السمح، من قدم الظبي هنا في يأتينا على المركز الثامن، وعلى المركز التاسع المركز التاسع هو القادم شعاري بصوب من حاشم محمد بن خميس بصوب لقتبي من يأتينا هنا في هذه الانطلاقة على تاسع المراكز، والمركز العاشر هو المتسلل من الجانب الآخر، وصل الشاذلي، وصل الشاذلي هنا لحمدان بن بخيت بن محمد الراشدي من يأتينا على المركز العاشر في أول ندى للشاذلي، وأسماء خلف المراكز العشرة الأولى أيضا نترقبها بالانطلاق وبتحدي المميز الجميل لنا. عودة مشاهدينا ومتابعينا الكرام، نعود إلى الصدارة، نعود إلى المقدمة وإلى المركز الأول، صدارة هذا الشوط والمقدمة عبر هذا النقل المباشر الحي من قناة دبي ريسين، قناة ياس، قناة الدوري والكاس، يتابع هنا هذا الانطلاق وهذا التحدي الجميل هنا من أرضية هذا الميدان، موقع الناموس، موقع الأبرقة، بالمواقع التواصل الاجتماعية هنا يتابع هذا الأداء، مقدمة الشوط وعلى الكادر العلوي نتابع الصدارة مع هملول حمد بن سعيد بن محمد بن ملهية العامري من يأتي على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول، هنا المرياتينا هنا بانطلاقة قادم من ميدان التحدي حمد بن سعيد بن محمد بن ملهية المري، المركز الثاني هو المتسلل شعار بالحبة يأتينا في هذه اللحظات مع زاهي محمد بن عبد الله بالحب العامري متسللا بدوره، هناك خريمة حمد بن شطيط بن سالم لوهيبي هنا يأتي على المركز الثالث، وعلى المركز الرابع، المركز الرابع هو المنطلق في هذه اللحظات، هنا القادم شاهين هنا بانطلاقة وتحديات عبيد بن حمد بن دحروي العامري، ويأتي شعار المغامر مع الواعي حمدان بن محمد بن معتوق العامري منطلقا هنا خامسا وسادسا مراكزنا، يأتينا هنا شاهين سالم بن حمد بن دليلة العامري يأتي هنا سادسا، وعلى المركز السابع، المركز
المركز السابع ياتي متوكل على المركز السابع انا محمد بن حمد بن سليم الاجتبي والشاذلي الشاذلي ذعته في المركز العاشر ها هو يتسلل من مركز الى مركز الشاذلي هنا يتواجد حمدان بن بخيت بن محمد الراشدي والقادم على تاسع المراكز هنا ياتي بانطلاقة السمح السمح عبد العزيز بن خالد بن عبد الله العطية وشعار بن زيتون الشامخ عبيد بن عتيق بن زيتون المهيري على عاشر المراكز ما شاء الله والأسماء المتواجدة خلف المراكز العشرة الأولى أيضا أسامي هنا نعود إلى الصدارة إلى المقدمة إلى المركز الأول بعد منتصف المسافة هنا أو في طريقنا إلى منتصف المسافة هذا الانطلاق والتحدي هنا نعود إلى الصدارة إلى المقدمة وإلى المركز الأول صدارة هذا الشوط هنا المقدمة والمركز الأول هملول 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 من غير إلى الصدارة حمد بن سعيد بن محمد المري من انطلق بالصدارة وبالمركز الأول زاهي في المركز الثاني زاهي على المركز الثاني محمد بن عبد الله بالحب العامري من يأتينا على ثاني المراكز والمركز الثالث المركز الثالث هنا والمنطلق شعار بن دحروي شاهين لعبيد بن حمد بن دحروي العامري نتابع هنا خريمة حمد بن شطيط بن سالم لوهيبي من يقدم لنا خريمة هذا الانطلاق الجميل هنا الوصول من متوكل محمد بن حمد بن سليم الاجتبي ياتينا خامسا وسادس المراكز الواعي حمدان بن محمد بن معتوق العامري والشامخ الشامخ هناك عبيد بن عتيق بن زيتون المهيري يتواجد ايضا وهنا السمح القادم السمح عبد العزيز بن خالد العاطيه يقدم لنا السمح هذه الانطلاقة هنا ومن الجانب الآخر هناك شاهين سالم بن حمد بن دليلة العامري من ينطلق ثامنا وتاسع المراكز الشاذلي 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 المتواجد لحمدان بن بخيت بن محمد الراشدي وعلى المركز العاشر هنا من حاش لمحمد بن قميص بالصوب لقتبي من ياتينا على المركز العاشر هذه هي النتيجة للمراكز العشرة الأولى نعود إلى الصدارة نعود إلى المقدمة وفي طريقنا إلى المنعطف الأخير هنا في هذه اللحظات في هذا المضمار والالتفاف الأخير والصدارة والمقدمة وزاهي محمد بن عبد الله بالحب العامري من ينطلق على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول هملول في المركز الثاني حمد بن سعيد بن محمد المري متوكل في المركز الثالث محمد بن حمد بن سليم الاجتبي السمح قادم بهذه اللحظات هنا بانطلاقة عبد العزيز بن خالد بن عبد الله العطية من يأتي مع السمح على المركز هنا الرابع والمركز الخامس من حاش محمد بن قميص بصوب الاجتبي وخريمة خريمة هنا يتواجد حمد بن شطيط بسالم اللوهيبي بعد 2 كيلومترات والتحديات سابع المراكز الباسل بأول ندى هنا لمحمد بن أحمد بن عبيد بن سعيد الخاطر يأتي بالباسل هنا بهذه اللحظات هنا الشاذلي 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 على المركز الثامن قادم بهذه الانطلاقة وبهذا التحدي الجميل حمدان بن بخيت بن محمد الراشدي من يقدمه هنا في هذه اللحظات القادم القادم على المركز التاسع هنا والمتسلل القادم بهذه اللحظات هنا اول ندى لشاهين راشد بن سودان بن مصبع المتفيق الاكتبي وعلى المركز العاشر هنا ياتينا الغالي محمد بن راشد بن سالم بن محمد الشامسي هذه هي النتيجه للمراكز العشره الاولى
انتهى على حضراتكم. نعود مشاهدينا ومتابعينا الكرام الى زاهي، الى زاهي على الصدارة، زاهي على المقدمة وعلى المركز الاول لمحمد بن عبد الله بن حبة العامري، من يقدم على الصدارة وعلى المركز الاول وصدارة هذا الشوط. السمح في المركز الثاني عبد العزيز بن خالد بن عبد الله العطية، ومنحاش محمد بن خميس بالصوب الليقتبي، والقادم الباسل، الباسل محمد بن احمد بن عبيد بن سعيد الخاطري، وعاد هنا عاد خريمة من الجانب الآخر، عاد خريمة حمد بن شطيط بن سالم لوهيبي والشاذري، الشاذري المنطلق هنا لحمدان بن بخيت بن محمد الراشدي بعد الكيلو متر الأخير، من غادرنا الله الله بدأت المعركة. خريمة، خريمة من غير على الصدارة، خريمة على المقدمة على المركز الأول وصدورة هذا الشوط، خريمة من ينطلق بالصدارة وبالمركز الأول وصدارة الشوط. حمد بن شطيط بن سالم لوهيبي على الصدارة، زاهي على المركز الثاني، زاهي لمحمد بن عبد الله بن حبة العامري هنا ثانيا وثالثا الباسل، الباسل هنا لمحمد بن أحمد بن عبيد بن سعيد القوطري هنا، ولكن هنا الصدارة، هنا المقدمة زاهي والباسل، زاهي والباسل الانطلاقات الأخيرة هنا بعد قرية التراث، زاهي على الصدارة على المقدمة، الباسل يحاول بالمحاولات الأخيرة، أهل مدينة العين، أهل دلفار برأس الخيمة، يا سلام اللحظات الأخيرة لمن الفوز، الباسل يتسلل، الباسل يتسلل هنا في هذه اللحظات بشعار الباسل الكبير، هو يأتينا الباسل تهانينا وناموس محمد بن أحمد بن عبيد بن سعيد الخاطري، سلام رأس الخيمة سلام. المركز الثاني الزاهي لعبد محمد بن عبد الله بن الحب، قريمة في المركز الثالث وصل لحمد بن شريط بن سالم الوهيبي، المركز الرابع وصل منحاش محمد بن عزيز بالصوب الكتبي، والشاذلي من حل على المركز الخامس حمدان بن بخيت بن محمد الراشدي، من أتانا على خامس المراكز. نعود إلى التوقيت الزمني مشاهدينا ومتابعينا الكرام، ولحظة وصول الباسل ب 12 دقيقة 48 ثانية، سبعا من الأجزاء من الثانية، تهانينا وناموس هنا لمحمد بن أحمد بن عبيد بن سعيد القاطري، والتهنية لأحمد بن عبيد هنا أيضا لهذه الانطلاقات والتحديات الجميلة. بينما المركز الثاني وصل مشاهدينا الكرام هنا، ولحظة وصول راهي هنا لمحمد بن عبد الله بن حب العامري قاطعا المسافة بفترة زمنية مقدارها 12 دقيقة 48 ثانية. هناك 12 دقيقة 49 ثانية بالوفاء والتمام والكمال، تهانينا وناموس. المركز الثالث خريمة حمد بن شطيط بن سالم لوهيبي، سجل توقيت زمني مقداره 12 دقيقة 51 ثانية، أربعة من الأجزاء من الثانية، تهانينا وناموس، تهانينا للجميع.